بعد تأدية سكان دوار إزلاقن القبات لصلاة الاستسقاء، خرجوا هذه المرة وفق عادات قديمة يجوبون المنطقة دارا بدار على السماء تجود بالأمطار. احنا كنديروا هذا التنرجة عادة عامة، شحال هادي إلا كان ما كانش تا كنديروها كيعطي الله الخير ديالو. كندير صدقة اللي جمع اللي جمع اللي كنجمع طحين، كنجمع ذبيحات، كنجمع السكر وديك الشيء اللي كنجمعو كنديرها في الجامع، وكان تكون المطار وكيكون الخير. هادي غير ربي سي من زونزار قد نباع دوم ربي يمور هادي هو بريخ وفاسير وناغ في الله جاو مراد غير سي خلط ربي وناغ الله يخذ سيدي ربي. تتجمع القبيله كامله صغار وكبار وشيوخ واعيان القبيله، وكيديروا واحد ما يسمى بالاسم ديالنا الامازيغي باللامة. كل ساكن يتصدق بجزء مما لديه حسب الاستطاعه تقربا لله تعالى. عندما ينحبس المطر ويئن الزرع من قلة الماء والحر، تلجأ النسوة والأطفال للعادات والتقاليد المتوارثة أبا عن جد. عادة تغنجة تقليد يظهر بالبوادي المغربية طلبا للتساقطات المطرية، تقليد له لوازمه وطقوسه الخاصة. والدينا وجدودنا وتعصيلتنا كنا كاملين يديروا بحالك، ويجي الخير ويجي الصابة ويجي النوار ويجي كل شيء. الله يفرحنا ويفرح عباد الله جميعا، الله يعمر ربي رزقنا الشتاء. نهزوا السكر ونهزوا الخبز ونبركوا نديروا كسكسو مع الدراري الصغار الشبان الصغار، وناكلوا ونشربوا وندعوا سيدي ربي الله يرحمنا. هاد العادة كنديروها من بكري، عاقرين عليها على جدودنا، وكنديروها باش كتصب لنا الشتاء وباش وليداتنا يفرحوا. هذه العادة الاجتماعية تم إحياؤها من طرف إحدى الجمعيات بمنطقة زناتة نواحي البيضاء من أجل الحفاظ عليها كموروث ثقافي شعبي. أول مرة كنشوفوها، وحنا طلبنا هاد النساء باش يحيونا هاد الموروث، لأنه موروث تاريخي وثقافي ديال المنطقة وعادات، لأنه كيتبركوا بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى باش ينزل المطر، وحنا الحمد لله في حاجة ماسة لهاد العادات. عادة تغنجة تهدف أيضا إلى إشراك الأطفال الصغار في هذا الموروث الثقافي حتى تهطل أمطار الخير وتسقى المزروعات بكل مناطق المغرب.